السلام عليكم، أنا دكتورة فاتن كرم، جي بي من مدينة ليفربول. الهدف من هذا التسجيل هو توضيح أهمية الاستجابة لدعوة صحة البيئة لأخذ لقاح الكوفيد-19 أو الكورونا فيروس فاكسين كما هو متعارف عليه. اللقاح آمن وفعال ويوفر حماية جيدة للفرد من الإصابة المستقبلية من الفيروس. لا يوجد دليل علمي على أن اللقاح يعمل بطريقة مختلفة للأفراد من أقليات عرقية أو أصول آسيوية، أفريقية أو شرق أوسطية. الهدف أيضا من هذا التسجيل هو الإجابة على بعض التساؤلات التي وصلت من الأفراد بشكل متكرر، ومنها: هل يحتوي اللقاح على منتجات حيوانية؟ الإجابة لا، لا يحتوي لقاح الكوفيد-19 على أي منتجات حيوانية أو دهون حيوانية. من الأسئلة الأخرى: هل يسبب اللقاح عقم مستقبلي للرجال أو النساء؟ والإجابة لا، لا يسبب لقاح الكوفيد-19 أي عقم مستقبلي للرجال أو للنساء. والكلية الملكية لأطباء النسائية والتوليد أصدروا بيان بهذا الخصوص. من الأسئلة الأخرى: هل يحتوي اللقاح على شريحة معدنية تزرع تحت جلد الشخص؟ والإجابة لا توجد أي شريحة معدنية أو أي شريحة من أي نوع آخر في هذا اللقاح الكوفيد-19 فاكسين. الأعراض الجانبية: ممكن بعض الأفراد تحصل لهم بعض الأعراض الجانبية مثل الحرارة البسيطة أو الألم العضلي البسيط في الذراع التي يؤخذ بها اللقاح. بعض الأفراد يشعرون بهذه الأعراض وبعض الأفراد لا يشعرون بها. السؤال المتكرر الآخر هو: الأفراد الذين أصيبوا سابقاً بالكوفيد-19 فيروس وتماثلوا للشفاء، هل ينصح أن يأخذوا اللقاح؟ الإجابة على هذا السؤال هي نعم، بعد الشفاء من الإصابة بالفيروس كوفيد-19 فيروس تتكون بعض الأجسام المضادة في الجسم، لكن مدة وجودها في الجسم تكون قليلة، ولحد الآن الدليل العلمي يثبت أنها مدة الأجسام المضادة تكون ما بين 3 إلى 6 أشهر. فينصح للأفراد الذين لديهم إصابة كوفيد-19 فيروس سابقة أن أيضا يأخذوا اللقاح لتوفير الحماية المستقبلية لهم ولعائلتهم ولأفراد المجتمع جميعا. إذا لديكم أي تساؤلات يرجى أخذ أسئلتكم أو تساؤلاتكم إلى طبيب العائلة أو طبيبكم المختص للإجابة عليها، ويرجى الاستجابة لنداء صحة البيئة عند ما يستدعى الشخص أو يعرض عليه موعد لأخذ لقاح الكوفيد-19 من أجل سلامة الفرد وسلامة المجتمع. شكرا.